أبنائي الأعزاء طلاب جامعة الأمير سلطان، كما تعلمون المجلس الطلابي هو من أهم مكونات عمادة شؤون الطلاب. سبق هذا المجلس 7 مجالس طلابية قاموا بدورهم وأعمالهم تشهد لهم، ونوجه لهم جزيل الشكر. نحن الآن بصدد المجلس الطلابي 8، والمطلوب من جميع الطلاب الأعزاء أن يختاروا ويصوتوا بموضوعية لمن يروا أنه يمثلهم خير تمثيل. أتمنى كل التوفيق والسداد للمجلس الطلابي 8 في دورهم الهام، وأؤكد للجميع أنه إن شاء الله عمادة شؤون الطلاب وإدارة الجامعة سوف تدعمهم بكل ما أوتيت، بحيث أنهم يؤدوا مهامهم وينجحوا في رسالتهم في الجامعة. شكرا جزيلا.